ما كبرت في عيالي، يا ما صغرت بشوات. واحنا في زمن مادي وكله دام الجيب خلاص مليان كده، خلصت الحسابات. يا ما قلبت اوجاع، يا ما غيرت اوضاع، يا ما رخصت غاليين، يا ما بينت انواع، يا ما فتحت ابواب، يا ما قفلت ابواب، يا ما خربت في بيوت، يا ما طمعت بياع. عبد الحكيم هو هو يا اسحاق، ما تغيرش. مين قالك ده؟ الدنيا بتغير اي حد يا ست دليدة. اسمع مني بس، هو هو زي ما هو عبد الحكيم. هو يمكن بقى اتقل شويه، اهدى شويه، بس الدماغ هي هي. اي نعم، انا عرفته السنه اللي فاتت بس حبيته. حبيتيه؟ كانك بتتكلمي بجد. ده احنا لسه على الابواب، ناقص تقولي اني هموت نفسي عشانه. ايه شغل الافلام الهندي ده؟ يا اسحاق حبيته. وبقول لك ايه، انا مش من زمان ان انا احكي لك حبيته امتى وازاي. يا بختك يا حكيم، طول عمرك بختك عالي، وانا اللي حظي نحس في كل حاجه. ليه بس يا حبيبي؟ ده انت حظك زي الفل، ده انت عندك واحده ست مفيش حد زيها. عموما انا جبته زي ما طلبتي، انت ناويه على ايه عشان ابقى فاهم؟ ابدا، ناوي يعني اكبر حجم الاستثمار بتاعي. بفكر كده اخد فندق 3 نجوم في الغردقه. فندق في الغردقه؟ فكره زينه والله، بس يا خساره، عايزه تمويل. ايوه، ما تقولي كده من الصبح عماله تلف وتدوري وتقولي بحبه وبفتكره. قول انك انت عاوزه فلوسه. طب وايه يعني؟ يعني الفلوس اللي انا هاخدها هو مش هياخدها تاني وفوقيها متبوسه؟ وبتقولي عبد الحكيم لسه ما اتغيرش؟ امال انت تبقي ايه؟ ما انت زي ما انت.
طول عمرك تحب الفلوس وتجري وراها زي الرهوان. وبعد هالك يا كريم، فلوس ايه دي اللي تزعلك وتخليك تعمل في نفسك ده؟ تصرف الفلوس. انا مش زعلانه على الفلوس يا عبد الله، انا خايفه لا نتبهدل على اخر الزمن. ان شاء الله ما نتبهدلش، وربك يستر. ولعلمك انا اقدر اقف واشتغل زي الاول واحسن كمان. عارفه، بس طمني وقول لي ناوي تعمل ايه. والله يا كريم لحد دلوقتي ما في حاجه في دماغي، انما الحاجه اللي انا متاكد منها ان ربك ان شاء الله هيعدلها. احنا ياما مر علينا وعدينا الحمد لله. ربنا كريم. طب والبنات يا عبد الله؟ البنات هيحصل لهم ايه؟ البنات عاد ابو سيدك يا كريم ما تشيلنيش هم فوق همي. انا كل طلب منك انك تاخد بالك من نفسك، وان شاء الله الحكايه هتبقى زين ان شاء الله. قول لي عملت ايه مع عبد الحكيم وقابلك ازاي؟ عبد الحكيم ما كانش موجود هناك. نعم يا اخويا، نعم يا سي عبد الله، يعني ايه ما كانش هناك؟ تلاقيه قابلك مقابله زي الزفت، والعقربه مراته اديت لك كلمتين سم في جنابك وهي واقفه جنبه، صح ولا انا غلطانه؟ على اليمين ما كان هناك يا كريم، الوحيد اللي كان هناك مروان ولد، والحقيقه الواد قابلني مقابله كويسه قوي. صدق يا عبد الله، عيلتكوا دي كلها ما فيهاش غير مروان. حقيقة هو واد ابن حلال، انت عارف ان الواد ده كان نفسه يخلص كل حاجه وانا هناك، بس يعمل ايه؟ الحكايه كلها في يد عبد الحكيم. بقول لك ايه يا عبد الله؟ انا عارفه يا حبيبي ان ساعات كلامي بيبقى تقيل على قلبك كده، بس اسمع اللي هقوله لك ده كويس. انا عايزاك لما تقابل عبد الحكيم اخوك تحط عينك في عينه كده وتوقف ملك نفسك، ما تبقاش طيب زي ما انت كده، وتقول له يا عبد الحكيم يا اخويا، هو انا عمري طلبت منك حاجه ولا سالتك ليا ايه ولا عليك ايه؟ يا راجل اللي انت بتطلبه ده ما يجيش حاجه، ما بصليش. انت لو حسبته صح هيبقى لك قد اللي بتطلبه ده مليون مره. لعلمك بقى، لو اخوك ده كان كل شهر بيدينا سحتوت سحتوت ما كناش وقعنا في المصيبه اللي احنا فيها دي، وعبد الحكيم هو سبب اللي انت فيه. يا وليه حرام عليك؟ لا مش حرام يا عبد الله، ما هو لو كان اداك حقك ونصيبك بما يرضي الله ما كنتش وقعت في شويه النصابين وبقيت في الحال اللي انت فيه ده دلوقتي. خد رايح فين يا عبد الله؟ رايح المكتب يا كريمه. مالك؟ ما ماليش، حقك عليا يا عبد الله، ما تزعلش مني. اصل انا عايزاك تبقى جامد كده، وما تقولش ده اخويا الكبير وده عرف وتقاليد، وابويا الله يرحمه كان خايف الارض تتباع وتتقسم والفلوس تروح كده وتيجي كده. يعني هو لو عايز يوصل لك كان وصل لك يا عبد الله. ايوه ما تبصليش كده، يعني انت عايز تفهمني عبد الحكيم بجلاله قدره محوش غير رقم تليفون واحد؟ لا يا عبد الله، معاه طبعا، بس هما مش عايزين يسالوا فينا. عبد الحكيم، عشان تعرف انك كنت ظالمه. ايوه عبد الحكيم يا اخويا، كيف؟ معقول؟ انت من القاهرة؟ طب اشوف. خلاص ما بقول له بقول. طب اعمل حسابك ان انت تيجي تتغدى معايا انا والبنات، حنستناك. الولاد هيفرحوا لما تجي تزورنا. خلاص حستناك يا عبد الحكيم. جاي؟ طبعا. مالك يا بنتي؟ مكشرة ليه كده؟ ما تفكيها بقى. بقول لك فلسنا يا عزت، فلسنا. ماشي، ما انت قلتيها قبل كده وانا قلت لك سمعت عادي، يعني ايه المشكلة؟ انت هتجنني؟ هو ايه ده اللي عادي؟ يا حبيبة قلبي تقولي لي اكره ايه في حياتي؟ اقول لك رد فعل الستات بيبقى اوفر قوي. يعني مش معنى ان باباكي بيعدي بأزمة يبقى الدنيا خربت. حبيبتي رجال الأعمال زي باباكي دول بيبقوا دايما عندهم حل بس مستخبى. ممكن بقى تفهمني بالراحة كده؟ لأن أنا حاسة كده إن إحنا داخلين على مصيبة. أقول لك أنا، باباكي مش قليل في السوق، باباكي له اسمه وعايش بسمعته،
يعني ممكن يقوم الشركة تاني من غير ولا مليم بسمعته بس. بعدين بس هو تلاقيه متخبط شوية والدنيا مقلوبة في دماغه عشان في بداية الأزمة. أنا بحس كده وأنا بسمعك إن أنا بتفرج على برنامج في التلفزيون مثلاً. أنت بتريقي يعني؟ على فكرة أنا بتكلم صح. عزت، أنا عايز أسألك سؤال. اتفضلي. أنا عارفة يعني إن هو سؤال أهبل وساذج، بس هسأله لك بقى وأمري لله. نبي تخلصي يا شاهد. عزت، هو أنت بتحبني بجد يعني ولا علشان بابا غني؟ قصدي يعني كان غني. عشان بحب فلوس ابوك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه يا بنتي اللي انت بتقوليه ده؟ وانا احبك عشان فلوس ابوك يا عبيطه؟ انت شحات يا ابني اصلا. ماشي شحات شحات، تقصدي تقولي ان انا لسه في بدايه الطريق. وبعدين دوري على باباكي قبل ما يكون مليونير كان ايه؟ عشان تعرفي بقى ان عزت جاي وجاي بشده وله مستقبل جامد كمان. اضحك اضحك. ضحكتني والله العظيم، بس كلامك منطقي فعلا. يلا انا همشي بقى. ايه ده ايه ده ايه الاسلوب؟ اقعدي يا بنتي، وانا لسه خلصت كلامي عشان تمشي. بصراحة كده يا عزت أنا متلخبطة كده ومش مركزة، وأي كلام هتقولولي هبقى بسمعه وخلاص. أنا بصراحة مش هرتاح كده ويهدالي بال إلا لما أشوف بابا كويس وماما كمان بقت كويسة، والحوار بقى اللي إحنا اتسحلنا فيه ده خلص وانتهى. ماشي، أطلب الشيك ونمشي سوا. كنت فين يا قلتي؟ شك في قلبك. روحت. وتروحي كيف قبل ما تخلص اللي قلت لك عليه؟ كنت تعبانه. اعمل ايه يعني؟ اموت نفسي؟ بترد عليا كلمه بكلمتاني يا بنت؟ وعزه جلاله الله كنت هموت يا ست جبريه، وانا يعني جبل شغل ليل ونهار. روح روح يا مقصه، حسابي معاكي بعدين. امشي عدل يا بنت. اهلا يا ديك البرابر. ابتدينا على الصبح. خير يا ست الكل؟ تعالى. انا جاي اهو. كنت فين يا جمر؟ جمر؟ ايه ده كله؟ ايه الرضا ده؟ ما انت مستحلي روحك، والراجل اللي مستحلي روحه ده ملهش عازة، وانت اسم الله عليك نص النهار تقعد لي قدام المرايه زي البنات، والنص التاني بتتصرمح في الشوارع. انا زي البنات يا حاجة؟ الله يسامحك. طب لعلمك محدش هينصف العيلة دي غيري. بأمرت ايه؟ طب ايه قولك ان العيله دي عن بكره ابيها لم تاتي برجل مثلي؟ ها؟ ولا تلف الصدور علي، قولي كلام افهم. كنت فين؟ كنت بتفسح. فين؟ هتفرق في ايه يا ست الكل؟ ريحي دماغك مني. اقولك ناديه. مالها؟ شفتها طالعه فوق السطح، باين لها طالعه على الفروجات اللي فوق. تكلم جد؟ وعزة وجلال الله جد. ابو هطين راح فين ياما؟ ياما اسكت، مش حملك ياما. وحشينا يا ناديه. طب بشوش عليها. ماشي ياما. فوتك بعافيه ياما. تعال هنا. فيها يا جمر انت؟ وحيه امك، انا هنغلط بقى. انت هتسيبني وتروح فين؟ هي سيبك دي، انت على ذمتي. على ذمتك، ولازم ابقى على ذمتك. طب مش وقته؟ لا وقته يا بنت. وانت تغيبي تغيبي وتجلبي، احنا كنا ماشيين حلوين وزي الفل. واخرتها؟ اخرتها عسل يا عسل انت. بالك احنا لو فضلنا عايشين مع بعض كده فريندلي، الحياه هتبقى سكر. فريندي ايه يا اخوي؟ ايه هبقى فاهمك بعدين. يلا سلام. حسن. عيون حسن. طب بقول لك ايه؟ ما تشجدي لنا جوزين حمالك دي وظبطيهم، اصل انا عندي شغل كتير جوي النهارده وبرجع واجع. انا يا حسن. احنا ليلتنا بيضة النهارده. انت لو ما جيتش غيرك هيجي. اسمعني زين، اسمعني زين، الارض السنه دي هترمي والسعر هيبقى في العالي. انا بياع،
أنا اللي بكلمك، أنا اللي بكلمك دلوقتي، أنا اللي بكلمك دلوقتي. بعد كده الحج اللي هيكلمك، وأنت عارفه الحج ما عندهوش خاطر لحد. ماشي، وعليكم السلام. أيوة الحج الكبير ما عندهوش خواطر، بس الحج الصغير بسم الله ما شاء الله عسل، الناس كلها بتحب. أهلا يا ست فريدة. بقول لك أنا جاية وعندي حل للحكاية بتاعتنا دي. قولي. اشتري أنت المحصول اللي عندي. مش فاهم. أنا فاهمك. أول هام أنا ببيع المحصول على الشجر سنة بسنة، وتاني ما منه أنت هتاخد المحصول 5 سنين لقدام، وبكده يبقى بتاعك وأنت المشرف عليه. إيه رأيك؟ بس أبويا مش عاوزك ده. لا، أنت لما تكلمه هو هيقول لك آه، ده أنت حبيبه وكلمتك ليها وزن عنده برضك. والله فكرة يا ست فريدة. والله زعل منك يا مروان. هو أنا أكلمك وأجي لك شمال ويمين وأنت مكشم ومكشر كده؟ ليه بس؟ هو إيه اللي ليه؟ ما هو حاجة من التنين، يا أنت واخد بالك وعامل مش من هنا، يا أنا اللي عفشة. على بلاطك ده يا ولد الناس أنا عيني منك، وهو ده اللي خلاني جيت لحد هنا عشان أنهي الحكاية دي. ما حبش يبقى في خلاف بيني وبينك. الكلام ده، الكلام ده يا ست فريدة. يو انت مال وشك جاب ألوان كده ليه؟ ولا انت مش واخد بالك؟ وصل 7 البرومبي. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. إيه القمر ده؟ أنا لو أعرف إنك موجودة كنت بيدت هنا. والله يا حسن أنت بتفهم. بفهم بس، ده نبو المفهومية كلها، حتى اسألي ميرو. لو أخوك زيك. لا ما تقوليش كده، كانت خربت، حبجانة واخوي. تعلم فكها عشان ربنا يفكها عليك. سلام. السلام يا ست فريدة. استني رايحة فين؟ هوصلك. حسن الدنيا عتمة. حسن السكة واعرة. بنت هتموت عليك يا راجل. عمك كان هنا. عم ايه وبتاع ايه؟ خلينا في الاهم. اهم ايه؟ بقول لك عمك كان هنا. نعم. عايز تقول ايه؟ هات اللي عندك. عمك كان عايز فلوس. وانا مال انا يعوز ولا ما يعوزش؟ دي حاجه يتكلم فيها مع ابوك. انا كل اللي يهمني اعيش واتمتع وبس. انت مش هتكبر واصل. واكبر ليه؟ ما كفايه انت كبير وعاجل. أنا مبسوط كده. أنت كيف مش واخد بالك من فريدة دي؟ ده البت صاروخ وعينها هتطلع عليك. أنت ضايع ومفيش منيك فايدة. تعال تعال بس اقعد. تعال تعال وأنا هسمع منك. يا مروان عيش، فكها. نادية إيه اللي أنت ماسك فيها دي؟ اوعى تغلط يا حسن. نادية دي على دماغي من فوق، وانت عارف ان انا بحبها وبعملها زيها زي شمس واكتر، بس انت برضو اخوي حبيبي. دلع نفسك. اقولك نادية دي مرتك اللي هتفضل في رقبتك طول العمر، انما فريدة دي البسكوتة اللي كل ما تكتم منها حتة تدوب في خشمك. اسمع من اخوك. طول عمرك هتفضل
صغير. صغير؟ اهبل. ايوه ايوه مروان، اهلا اهلا، تفضل تفضل. اهلا بالناس الزينه، تفضل. اقعد. تعرف انا مش مصدقه نفسي، انا حعمل لك شاي. انا بقى يا ستي ما بحبوش، انا حره في مشاعري. يا بنتي عيب كده؟ لا مش عيب، هو ايه اللي عيب؟ انت عارفه بابا لو سمعك هيزعل منك جدا. وهو انا يعني هروح اقول لبابا الكلام ده؟ انا بقول لك انت مفيش فايده فيكي. يلا يا زينب، يلا يا ريتال عشان تتغدوا. لا يا ماما انا مش عايزه اتغدى. نعم يا اختي، انزل اقول له تحت ايه؟ عمك تحت وابوك عايزكوا تتغدوا معاه. انزل اقول له ايه؟ الست ملهاش نفس. وهو يعني عارف ان انا هنا يا ماما؟ تصدقي عارف ان انت هنا يا برنسيسة؟ يلا يا بنت بدل ما اديكي قلم على وشك الواحد. يلا. لا مش يلا. انزل اقول له ايه يعني؟ اقول له بحبك يا عمي وحشتني وتعالى اخدك في حضني والكلام ده؟ والله ما حقيقي. معلش يا حبيبتي تعالي على نفسك شويه. كلمه معلش دي بقت ضايقه قوي على فكره. انت عارفه لو عملتي حاجه تزعل بابا انا هولع فيكي. طب يلا يا اختي يلا. اول ما اشوفه هقع من طولي من الفرح. يلا حبيبتي يلا. نور البيت يا اخوي. ده نورك يا عبد الله. عمي ازيك؟ اهلا الدنيا. اهلا يا شهد، اهلا اهلا. عامل ايه؟ ازيك يا بنتي؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. وانت كمان اتوحشتكم قوي. اهلا 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 اهلا. منور الدنيا كلها. اهلا يا زينب، ازيك يا بنتي؟ ازيك انت يا عمي، عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا عمي؟ يا ريتال ما شاء الله، ريتال كبرت اهي وبقيت عجلة. زمان كانت شقية قوي. لا عائلتي يا عمي الحمد لله. الحمد لله، اتوحشتكم يا بنات. وانت قوي. انت بقالك كتير فعلا يا عمي ما بتجيش عندنا. مشاكل. يا ألف أهلا وسهلا، يا مليون خطوة عزيزة. اتفضل يا سي عبد الحكيم، الوكل كله جاهز اللي انت بتحبه. اتفضل يا أخوي. اتفضل اتفضل. اتفضل. يا ساتر. يا أهلا يا أهلا. دردارك. تعبناك يا كريمة. أتعبك راحة، يا سلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خش خد احتياج يا أخوي على راس الترابيزة. خش اقعد. ها اقعد يا بنات. يا أهلا وسهلا، منورنا يا سي عبد الحكيم. لا تشكر، روح انت. كل الوكل اللي بتحبه عملهو لك اهو. يلا سمو. تسلم يدك. ايوه كده، مجيتك حسستنا ان احنا لينا اهل. مشاغل والله يا كريمه. حد ينشغل عن اهله برضه؟ طب قولي الكلام ده لجوزك والبناتك، انت اللي قطعت العتب من زمان. والله عندك حق، غصب عننا معلش. وشمس ازيها يا عمي؟ بخير يا بنتي. ومروان وحسن عاملين ايه يا عمي؟ مروان زين زين. قول لي وناديه عامله ايه مع مروان؟ انا عارفاها اصلها بنتي شقيه كده وطاقه شويه حبتين. لا والله كويسه وبنت حلال. طب والله كويس انها طلعت بنت حلال. اصلها كريمه ميه قدامك اهو. وعمتي ليه مش بتيجي تزورنا يا عمي؟ ده كلام برضه جرى ايه؟ والكبير هو اللي يزور الصغير ولا الصغير هو اللي يجي للكبير؟ ولا عندك حق. لا في دي عندك حق بصراحة. احنا نقضي حديث الليل. كل امان. كل اخوي. ايوه باكل. عم دارك. احنا بناكل اهو. خد بدل ما تاكل النواشف دي. الله يخليك. حس
حسيت اني مبسوط. ربنا يبسطك كمان وكمان. بس مخنوق كمان وحاسس الدنيا ضيقة. الدنيا ضيقة عليك انت؟ ان شاء الله يا رب اللي يضايقها عليك ولا يضايقك تيجي له صوتها. تعرفي انت الوحيدة اللي بسمع منها كلام زين، كلام يريح القلب. انا ما عارف شيء اللي بعمله ده صحي ولا لا. انت هتلبخ تاني ولا ايه؟ انت لازم تعرف اللي بتعمله ده عين العقل، صح لصح. والعيب والغلط الكبير اني واحدة تقرب منك وتقول لك عينها منك وانت تعمل فيها مسافر. هو ده العيب والغلط. بس انا متجوز. هو انا قلت لك طلقها؟ انت عايزة مني ايه؟ ايه اللي عجبك فيه؟ حاجات كتير ملهاش اخر، حاجات تتقال وحاجات كده ما ينفعش تتقال، حاجات جوانية يعني. من زمان زمان قوي بصراحة كده أنا حطك في دماغي من قبل ما تجوز الله يرحمه، بس النصيب جا كده وعرفت إنك بتحب المعرقبة اللي اسمها نادية. ما تغلطيشي، مهما كانت تبقى مراتي. لا أنا أقول على مزاجي وأتكلم اللي أنا عايزاه. كان عجبني إنك راجل ملوي هدومك، وإني أهل البلد يقولوا لو عايز تعرف حاجة أو تسأل عن حاجة اسأل مروان. وده كان عجبني قوي ومالي دماغي. قولي إيه اللي خلاك تجي لغاية هنا وتخبط على بابي؟ وأنا كمان لازم أعرف. أهل البلد كلهم فاكرين مروان مثل الجبل ما بتهزش، فاكرين مروان ما عندوش مشاكل، مروان بيدل العصا السحرية، الكل بياجي يشكي همومه ومحدش عارف اللي جواي. أنا أقول لك نادية، أنت قلبك مش جايبك، مش عايز تسيبها، مش عايز تخليها تحس إنك تخليت عنها، وبنفس الوقت يا حبة عين عايز تخلف. أنت عشان راجل صح مش عايزها تتكسر قدام أمك وأبوك، عايزها تفضل كبيرة قدامه. وقلبك واكلك محتار تعمل ايه، وهو ده اللي مخليني هموت عليك. انت من الرجال اللي تحط الست في عينك وتكفل وتثبت عليها. انا مش عايزك تسيب نادية ولا عايزك تهد حياتك. اقول لكم من الاخر كده اللي انت عايزه انا هعمله. مش لما اعرف انا عايز ايه، انا عامل زي الارض المهجورة الكل طمعان بيها، لا تسكن بيها لا ملايكة ولا شياطين. اقول لك من الاخر انت زي ابوك بس على اهدى شوي. ابوك بيحب كل حاجة تبقى ماشية بالطريقة اللي هو عايزها، ما بيحبش حد يغلطه ولا يمسك عليه غلط، وانت زيه ماشي على الصراط المستقيم. انا مش قصدي انك ملاك يعني، انا قصدي انك حابب الدنيا، حابب تعيشها، حابب تبسط نفسك، بس بالصح وانا معك. ساكت ليه؟ كلمتني وقلت لازم اجي لك واديني جيت، خير؟ والله ما اعرف اقول لك ايه. قول. محتاج فلوس. بس كده؟ من عندي قبل العندي. جد؟ تتكلم بجد يا عبد الحكيم؟ جرى ايه يا عبد الله؟ جرى ايه؟ بقى يبقى معاي. وانت محتاج وانا اقول لا؟
تجننت يا عبد الله اللي. والله ريحت قلبي. تعرف تبين عليك عبيط. يعني معقول علشان الخلافات اللي بيننا اديك ظهري؟ لا طيب ما عدتش مننا ولا ايه؟ عايز كم؟ يعني الحكايه كبيره شويه. يا سيدي قول عايز كم؟ 10 مليون جنيه. بسيطة بس يعني ما تأخذنيش. يعني انت عايز المبلغ الكبير ده ليه؟ انا بس عايز اطمن عليك. يعني ازمة وهتعدي ان شاء الله. ازمة كيف يعني؟ يعني جات وقعة كبيرة شوية على شيكات وقروض للبنوك ومبالغ كبيرة جواب حكيم. كيف تعمل في نفسك كده؟ كنت داخل شغلانان افتكرت انها تعديني البر تاني خالص. بس تقول ايه؟ الطمع. هو الطمع. طمعت فخسرت. اكذب عليك واقول لك لا؟ خلاص ولا يهمك. انا حبعت المحاسب اللي عندي عشان يشوف طلباتك ويخلص الموضوع. ولزوم وين المحاسب؟ الحكايه نخلص انا وانت؟ خلص ايه؟ مش فيها حاجات داخله وطالعه ولازم يبقى في ورق؟ ورق؟ ورق ايه؟ شو يا عبد الله؟ انت هتستلف مني فلوس من غير ورق؟ استلف؟ اظن انا مش غلطان. انا بقول لك اهو خد الفلوس اللي انت عايزها بس تبقى دين عليك. يعني كده انا مش غلطان؟ يا سلام. ده انت مش غلطان؟ والله انا قلت اللي عندي. اذا كنت انت شايف اني غلطان قول. ماما ليه بتعمل ايه؟ بتصنط؟ عاجبك الكلام اللي جوه ده؟ عمال يقلبوكي في المنقه يا خيار. انا داخله اديله في جنابه. استني بس يا دينا، ايه اللي حصل؟ الواطي عمك بيقول لابوكي لو انت عايز فلوس قال ايه يروح يستلفها منه. يا ستي ملناش دعوه، سيبيهم هم يصفوا، ملناش دخل. انت هبله يا بنت ولا عبيطه؟ يعني ايه ملناش دعوه ملناش دخل؟ مش ورث ابوكي ومش فلوسكو. يا ماما ارجوكي ما تحرجيش بابا قدامه، انا واثقه ان هو يتصرف. اهدي انت بس شويه. مين ده اللي يتصرف؟ ابوكي؟ ابوكي ده لا بيحل ولا بيربط. لا بيحل ولا بيربط. يا ماما بقى الحكيم، انا عايز ورث ابوي. ورث مين؟ ابوي. لا انا مش هرد عليك عشان ما تحصلش بينا مشكله. وزي ما قلت لك المحاسب موجود هبعته لك. انا عايز المحاسب بس عايزك انت كمان وياه عشان نتحاسب. تحاسب على ايه؟ على كل حاجه. كل حاجة ليه؟ عشان مش فاهم. شوف يا حكيم اخوي، الحاج عبد الجواد اللي هو ابويا وابوك الله يرحمه لما مات ساب حاجات كتير. ساب ارض وبيت وتجارة وعربيات وفلوس كتير تسد عين الشمس. صحيح انا اتغضب عليا وسبت البيت ومشيت، بس ده مش معناه اني مانيش حاج. شوف والله دي مسألة بينك وبين أبوك مش بينك وبيني، وأنا مرضتش أقول لك عشان خاطر ما خلكش تحس إن أبوك مات وهو غضبان عليك. مش فاهمك. أبوك باع لي كل حاجة. إيه؟ باع لي كل حاجة؟ وأنت بقى إن شاء الله يا حكيم جبت منين الفلوس اللي اشتريت بيها كل حاجه دي؟ مش مهم جبتها منين، المهم انه حصل. سيبك من الكلام ده. انت مش جاي تسالني دلوقتي. معنى كده انك بتخونني يا عبد الله. وانا مش معقول اقف جنبك وانت بتخونني. شوف يا عبد الله، اذا كنت عايز الفلوس انا ما اقدرش اقول لك لا. بس الأول لازم أضمن الفلوس دي هترجع ميتة وكيف.
ايوه لازم اضمن حقي. اللي انت طالبه ده مش مبلغ صغير، مش الف ولا الفين، دول 10 مليون جنيه. جاي الحكايه كده يا حكيم؟ ايه ما تجيش الا كده. سبحانك يا رب. تيجي لك عبد الله تحاسبني كنت فين؟ ها وانا عمال اشتغل واشيل واحط واكبر واعلي. جاي دلوقتي ليه؟ عشان تاخد كل حاجه جاهز. هل بسامك يا حكيم؟ وانا قلت لك مش عايز جنبك، انا بجنبك بس انت اللي مش عايز من كلامي. كلامك مش عاجبه يا عبد الحكيم ولا عاجبني انا كمان.